كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالمتابعة الدورية لسير العمل في مختلف المواقع وتأكد من تحقيق نسب الإنجاز الخاصة بالمشروع الرئاسي حياة كريمة. وخلال اجتماع عقده لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع الرئاسي، وجه مدبولي بأن تتضمن أعمال التطوير التي يجري تنفيذها في القرى المستهدفة خدمة الصرف الصحي، معتبرا أن هذه الخدمة تأتي على رأس الأولويات لسكان القرى.